هلو، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنشتغل مع بعض اول توتي باج من قماش. عملنا قبل كده التوتي باج اللي انتوا شايفينها دي، عملناها من بنطلون قديم كانت تحفه. النهارده بقى هنعمل توتي باج من القماش الخاص بيها ومن الصفر كده مع بعض، فيلا بينا على طول نبدا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. لو لسه اول مره تشرفونا، انا كريستال، بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرميه، تريكو، وحتى الكروشيه العادي. كل الخامات اللي احنا محتاجينها قماش توتي باج، وممكن نص متر كويس قوي، ولكن انا اشتريت متر، اوكي، واشتريت خيط تطريز لان انا هطرز عليها زيها زي القماشه السابقه، وكمان هنحتاج المقص بتاعنا وابره وخيط للخياطة العادية، وكمان ما تنسوش طارة التطريز لو انتوا هتطرزوا على القماشة زي حالاتي. يلا بينا بقى ننقل على خلفية تانية ونشوف ازاي هنقص القماشة. اول حاجة لازم اراعيها في القماشة بتاعتي هي الشراشيب اللي انتوا شايفينها دي، فيلا بينا نفرد ونشوف القماشة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين فيها شراشيب، والشراشيب ايه؟ شوية ايه؟ بارزة. طبعا انتي تقدري تعمليها شبه كيس الخيش وتكون سهلة جدا. انا عايزة اعملها بالاسلوب ده فعليا، وعايزة الجوانب تكون خارجية، ما تكونش مندمجة مع الشنطة. ده حاجة. الحاجة التانية عايزة اعرف ازاي هتجاوز فكرة ان انا اقص قماشة ممكن ما يكونش ليا في قص القماش، ومش عايزة اهدر القماش. فبكل بساطة اول حاجة يعني اعتبريها هدر ان انتي بتتجوزي الاطراف دي كلها، يعني ما تعمليش على الحواف وتكون مبهدلة كده، خليكي بعيدة عنها على الأقل بنص سنتي، أوكي؟ فأنتي ما تحسبيش خالص حسبة الأطراف دي، طلعيها من حسبة الشنطة. بعد كده أنتي عايزة طول الشنطة بتاعتك قد إيه تحديدا؟ أنا مثلا حبيت إنه يكون طولها من هنا لحد هنا، كويسة قوي، مش محتاجة أكتر من كده. أقول لكم المقاس ده قد إيه. المقاس ده طوله 39 سنتي، اوكي. طبعا احنا شلنا خلاص من حساباتنا الجزء ده، وزي ما انتم شايفين انا قست من تحتها مش من عليها. 39 سنتي، عايزه القاعده بتاعتي كمان 5 سنتي، اوكي. ادي 1 2 3 4 5، طبعا كده قليل قوي، 6 7 سنتي ده القاعده بتاعتي. بعد كده هحط كمان 39 سنتي مع 46. يلا نشوف العدد ده بقى كام. العدد ده دلوقتي يبقى 85 سنتي. انا هاخد كمان سنتي زيادة للحرص، اوكي. فانا لما اجي اقيس دلوقتي اشوف القماشة بتاعتي مثلا بقت قد ايه بالظبط. انا كده 76، وادي عند 85 سنتي. انا هاخد بعدها بسنتي، تمام. فانا هقص هنا كده تحديدا، اوكي. ده كده ايه الطول اللي انا هقص عليه، اوكي، لان طبعا كل الجوانب مع بعضها. انا عاوزة اعمل القطعة بتاعتي دي حتة واحدة، يعني مش عاوزة ان انا اخلي الجوانب بتاعتي منفصلة. ممكن ننفذها كده النهاردة وبعدين نعمل اللي هي قطعها منفصلة، لان دي بتكون قطعها منفصلة افضل ليا لو انا عندي بواقي قماش. لكن انا عندي قماشه ما شاء الله وكبيره وعريضه، فليه ما استغلهاش زي ما هي كده قطعه واحده، بالذات ان احنا بنخيط على ايدينا فالخياطه بتكون بارزه وباينه. اول حاجه هبتدي اركز عليها هي الجوانب بتاعه الشنطه بتاعتي دي قد ايه. انا عايزه اعمل جوانب مثلا 10 سنتي، ادي 10 سنتي، فانا كده حسبت 10 سنتي يبقوا 20 سنتي جانب يمين وجانب شمال. طيب عرض الشنطة بتاعتي عايزاه قد ايه غير الجوانب، لان الجوانب دي هي المدى او الوسع بتاع الشنطة بتاعتي. انا كده اهو ادي 10 سنتي ماليش دعوة بيهم. انا عايزة الشنطة بتاعتي مثلا يكون عرضها 33 سنتي، تمام، وهحسب كمان 10 سنتي. عند العرض اللي هو 44 سنتي هبتدي اقص حاجة بسيطة كده، اوكي. انا كده اهو انا اخدت المقاسات بشكل بسيط خالص، يعني هي عبارة عن فتحة هنا
وشق صغير هنا، فانا لو اخطأت في المقاس انا كده اتس اوكي، هقدر اتجوز الاخطاء دي بشكل بسيط جدا وسهل خالص. تمام. الشنطة بتاعتي ليها جيب او ملهاش جيب، ده اخليني اخططه بعدين بعد ما اقص الشريحة بتاعتي. اقص الشريحة دي ووريكم ازاي هنجمع الشنطة ديت. يلا بينا. كده انا قصيت حد 45 بالظبط. تمام. هبتدي بقى اقص العرض فين المكان بتاعي. طبعا انتوا الافضل ان انتوا تستخدموا طبشور على اساس يعني الموضوع ده يكون سهل. انا طبعا مش خياطة في الحقيقة، انا بس بعمل حاجة انا عاوزة استخدمها، فطبعا مش بوفر الحاجات دي لما اكون هشتغل في الموضوع ده رسمي، لكن غير كده يعني المدرسين طبعا هيستفيدوا من الموضوع ده لانهم هيلاقوا الحاجات دي بسهولة. شايفين اهو بالظبط عند 45 سنتي بالشكل ده خالص اهو. طبعا قماش سميك شوية. اوكي. وهبتدي اقف براحة خالص استمتع بالمرحلة دي. ده مقص كرافت اصلا، مش مقص ترزي يعني او مقص عامة لقص القماش، ولكن ده المتوفر معايا حاليا فاستخدم على قد امكانياتي مفيش اي مشكلة. شايفين عند الفتحة بالظبط. طبعا في ناس لذيذة قوي بتاخد الحاجات اللي هي بتطلع دي تكون من نفس القماشة وتخيط بيها القطعة اللي هي شغالة عليها، فانتم متخيلين قد ايه بيكون الاتقان او المستوى في الشغل ده عالي. طبعا انا كده خلاص اخدت قطعة التوتي باك بتاعتي، وباقي القماشة زي ما انتم شايفين محتفظ بكل جماله اهو، والنص التاني اهو زي ما هو حتة واحدة. فانتم متخيلين اقدر اعمل كام توتي باك من المتر قماش ده؟ اكيد كتير، على الاقل اتنين كمان. تمام. طبعا كده خلاص، ولازم على فكرة نطبق القماش بعيد عن الحواف اللي في القماشة على اساس ان هي ما تنسلش مني، فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تحافظوا على القماشة. كده خلاص القماشة بالنسبة لي مش محتاجاها، ومعايا دلوقتي قطعة قماش طولها 81 سنتي وعرض 45 سنتي. احدد الوش من الظهر، ودايما دي مشكلتي في كل الاقمشه اللي بستخدمها تقريبا، مش عارفه السبب بس يعني احيانا برجع في كلامي تاني. المهم ادي التوتي باك بتاعتي. كل اللي انا هعمله حاليا هي قطعه بسيطه جدا، هخيط هنا واخيط هنا ونرجع مع بعض نشوف ازاي هنعمل القعده بتاعت التوتي باك دي، لان هي عريضه اكتر منها طويله. وبعدين نبتدي نشتغل مع بعض التدعيم والتفاصيل الباقية. اخيط هنا واخيط هنا وارجع لكم مرة تانية. وطبعا الشنطة خلصت الفيديو اللي فات، ووريتكم ازاي انا عملت الرسمة الامراية دي. كنت عاملة حاجة طبعا احنا شفناها مع بعض، كنت ان انا عاملة الجوانب مقفلاها كده تقفيل كروكي تمام بالخيط والابرة العادية على اساس انه الشنطة ما تنسلش معايا. طيب ليه بنعمل الحركة دي؟ زي ما قلت لكم الشنطة ممكن تنسل، وقت التطريز بيكون طويل يا بنات، فلازم نحافظ على الحاجة من ان هي تخرب، وفي الوقت نفسه تكون كده مميزة وحلوة واحنا بنستخدمها كأنها هي معمولة كده يعني ومتزبطة بدون اي دفوهات او اي حاجة ممكن تضايقنا من الشغل اللي احنا اشتغلناه. فطبعا كنت مخيطة الشنطة، كل ده كان الجوانب بتاع الشنطة، فهفك كل الجوانب دي ويلا بينا نجمعها مع بعض. فكيت الجوانب وقلبتها طبعا على الظهر زي ما انتم شايفين ناحية الجزء الفازلين، وحطت لها دبابيس بالطريقة دي. تمام. ودلوقتي هنقفلها مع بعض. طبعا بقالنا سنين طويلة مع بعض وبنقفل بخيط والإبرة العاديين ومش بنعمل أي حاجة على ماشين. النهاردة بقى هنقفل الشنطة دي على مكنة. اشتريت مكنة، المكنة فينتج قوي، حاجة كده قديمة عمرها بتاع 70 سنة مثلا أو أكتر،
كيوت قوي كده، وانا عارفه انتوا هتنتقدوني وليه ما جبتيش مكنه حديثه والكلام الجميل ده، ولكن مكنه حلوه قوي مش معتمده على كهرباء. انتوا عارفين ان انا مبتدئه في الماكينات ومش محتاجه مكنه ضخمه يكون ليها صوت مزعج، محتاجه حاجه كيوت كده تضيف للاستديو بتاعي حاجه كده شكل ديكور شكلها حلو مميزة ملهاش صوت مزعج. وطبعا هشتري الماكينة المزعجة عشان اعمل بيها حاجات معينة، ولكن دي هتظل الاقرب لقلبي يعني. فيلا بينا بقى نشوف، طبعا الجو الجميل ده هتخسروه لان هننزل مع بعض تحت ونبتدي نقفل الشنطة بتاعتنا وتشوفوا الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي. يلا. وطبعا البطانة برضو قطعتها بنفس حجم الشنطة مستطيل كبير، وهبتدي برضو اقفله من الجنبين بنفس مقاس الباج بتاعتي بالظبط، يعني مفيش اي اختلافات، بس الجوانب هقفل البطانة لوحدها والشنطة لوحدها وارجع بعدين اتعامل، وهتشوفوا الكلام ده طبعا على الماكينة. عايزين نعمل دراس شنطة زي كده، فطبعا في وصلة تمام، عايزين نعرف ازاي نعملها تكون مش باينة بالطريقة دي. اوكي، اول حاجة خيطت دي، ودلوقتي بقى كده تمام، وهحاول شايفين التانية دي افتحها بالطريقة دي كده وارجع خيط. تمام، الجانب الثاني برضه نفس الطريقة. تمام، دلوقتي بقى نتنيها من كل جانب. جوانب الشنطة بقى كده
نقص الجوانب. الشنطة من فوق نحاول نثني كده. من بره كلين خالص، بس من جوه مسينة مشدودة مفيهاش اي حاجة. البطانة نفس المقاس بتاع الشنطة،
ده ممكن تكون اكبر شوية بسيطة، ولكن تفاصيلها حلوة. عملها كمان جيب داخلي، النقشة بتاعته مختلفة. طبعا البطانة طويلة شوية ومحتاجين نقصها. ما تقلقوش لو البطانة مقصوصة معضعضة معرجة او شكلها مش قد كده، لان كل ده هيختفي مع التقفيل. اهم حاجة التقفيل يكون كويس. دي الزيادة اصلا انا كنت مش عاملاها مظبوطة، عشان يعني عارفة ان انا هقص منها ان هي تكون زيادة. اول حاجة هنعملها نجيب كده القطعة بتاعت البطانة مع الجوانب دي، تمام اهو. هنقفل الاطراف دي على دي اهي، شايفين اللي هي الجزء اللي هو متني ده مع اطراف البطانة، والاتنين كده على الظهر على فكرة الشكل ده كده. وبس يا حضرات، كده فيديو النهاردة يكون خلص. لو عجبكم اللي احنا عملناه النهاردة لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. لو لسه اول مرة بتتابعوني، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرمية، تريكو وكروشيه العادي، وكمان التطريز وشوية حاجات صغننة كده. مع السلامة، باي.